جاني قال لي دكتور بوزيتيف. طبعا احنا خلال الاسبوع هذا لازم ناخذ اجراءاتنا. قلت له على طول اجتماع، جيب لي طبيب الانفكشن كنترول، جيب لي طبيب الجراحه، وجيب لي حق الخدمه الاجتماعيه او التمنية الاسريه. نوف يلا تعالوا بسرعه. جابهم. شو الحل؟ اخر شيء قالوا دكتور لازم انت بنفسك تكلمها. قلت لهم يا جماعه فكوني، خل حق الانفكشن خل الدكتور المصري يكلمها، حق الوقايه الصحه الوقائيه، ولا ما عنده علاقات، ولا البنت تكلمها حق التنميه الاسريه. لا انت يلا كلمت، لو سمحتي تعالي بيت شوي. جت البنت المكتب الصبح، لقيت المكتب موجودين. خافت اخترعت، قالت حسستوني ان فيني ايدز، ايش فيكم؟ قلت لها اي نعم للاسف فيك المرض هذا. وقمت اتكلم معها كلام طيب وكلام زين. وبعد ما فصلنا وشفنا وبحثنا، تخيلوا شنو السبب، تخيلوا شنو السبب، صدمه. البنت حدها العيادات هذه، عيادات للاسف ماني قايل هالكلمه هذه، تسوي تنظيف بشره، حقنه بلازما، طلعوا ما يسوون تعقيم، ما ادري شنو حدها العيادات هذه، والحين قضيتها مع هالعيادات. دمار شامل، دمروا البنت، دمروا مستقبل البنت، دمار شامل. ها على اساس انهم تجملوا